ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم احنا في زيارة لمركز رعاية المسنين بسوسة، هذاك علاش اليوم جينا لدار المسنين. حبينا نشوفوا الأمهاتنا وأبائنا شنو ما الظروف اللي عايشين فيها، شنو ما هل فما زيارات من أبنائهم من صغارهم من عائلاتهم زادة كيف كيف. ما حبيناش ننساوهم زادة، باش نجي ونشوفوا أحوالهم، نتفقدوهم زادة، نشوفوا زادة العاملين هنا في مركز المسنين الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها، قاعدين يوصلوا في مشاعر نبيلة ياسر وجميلة ياسر. هذاك علاش اليوم باش نعطيكم الروبورتاج هذاك ونهديو الروبورتاج هذايا. مشاهدينا تابعونا في التقرير. ومدير مركز رعاية المسنين بسوسة، في البداية نشكرك على قبولك زيارتنا في المركز. مرحبا الساعة بقناة سوس تي في، مرحبا بكم. مركز رعاية المسنين ديما مفتوح لهاللقاءات هذه والتحقيقات التلفزية، وإن شاء الله تكونوا قدمتوا تحقيق كما تحبوا أنتم. سي منير، احنا سنتر الحقيقه صورنا في راحتنا، ومن انت خليت لنا المجال زاده، مرتاحين زاده في الخدمه معاك. ماناش باش نقولوا احنا على النقائص في المركز اللي هو المركز ما شاء الله كامل، ولهنا المقيمين فيه زاده مرتاحين. حابين نسمع منك انت كلمه لاحظنا اللي فما عائلات ما تجيش تزور يعني ابائها وامهاتها لهنا، باش تعطينا كلمه من عندك انت، خاطر المركز ما شاء الله ماناش باش نحكيو عليه، الصوره والفيديو يحكي وحده. لكن للاسف تبقى فما بعض العائلات اللي عندهم مسنين، خلينا نوضحوا مش الابناء، خاطر الحمد لله من فضل ربي سبحانه وتعالى معناتها الناس موجوده لهنا. فما ثلاثه حالات عندهم ابناء ونظرا لظروف ابنائهم هما متواجدين لهنا، لكن احنا نحكيو على العائله الموسعه، اولاد العم، اولاد الخاله، العم، الخو، الى غير ذلك. فهذه دعوه، وانه انسان اللي عنده مسن وموجود في دار المسنين فيمشي يزوره. بل اكثر من هذا نقول، وانه احنا نقول دائما وابدا رعايه وكفاله المسنين هي مسؤوليه وطنيه، واحنا ديننا واخلاقنا وعرفنا وموروثنا يحثنا على رعاية كبار السن بصفة عامة، سواء كان جارك ولا حبيبك ولا قريبك. فبالتالي هالمسنين اللي متواجدين لهنا هما الشعب التونسي الكل، هو عائلة لهم، وخاصة الناس الموجودين الأجوار اللي قرب المؤسسة واللي الحقيقة مش مقصرين يجيوا يطلوا، كذلك الجمعيات والعديد من أبنائنا التلاميذ والطلبة يجيوا يطلوا في رمضان، وكذلك مكونات المجتمع المدني. لكن دائما وأبدا احنا ماذا بينا تكون في كل يوم فما زيارات وفما ناس تطل عليهم وفما ناس يحسوهم، وأنه هالشعب التونسي متضامن متآلف. رسالتك سي منير. دائما وأبدا بالمناسبة هذه نقول أنه راه الكبير في السن هو بركة في المحل، وهالناس الكبار اللي موجودين لهنا بالأمس القريب كانوا شباب، فمن كان اليوم شاب فهو في الغد سوف يصبح مسن. فبالتالي الإنسان لابد وأنه يحط الحقيقة هذه في ذهنه. اثنين، وأنه لابد وأنه كبار السن كما قلت هما بركة وهما خير وهما مصدر حكمة ومصدر إلهام، كذلك ما ننساوهمش ونردوا لهم الجميل، خاطر هما اللي قراونا، هما اللي ربونا، هما اللي وكلونا، هما اللي شربونا، هما اللي داونا، هما اللي بناونا الطرقات، هما اللي تقريبا أشرفوا على نهضة البلاد، فهمت؟ فبالتالي اليوم حتى وإن كان توجدوا في مؤسسة للرعاية وما هوش عيب وأنهم يكونوا في مؤسسة الرعاية، فبالتالي ماذا بينا كلنا نقدموا لهم لمسة وفاء ولمسة حنين لهالفئة هذه، وإن شاء الله ربي يبارك في كبار السن. We'll be right back.
عسلامة حاجة. ما. عسلامة. يسأل سلمك إيش حالك؟ لبس عليك. الحمد لله جبنيت. مش تحب تقول لنا حاجة في المناسبة هذه؟ إيش مش نقول منيش عندي ما نقول شيء. إيش مش نقول؟ فما شكون جاي زارك من العائلة؟ من داري ما جاني حتى حد من أجي. علاش؟ ما جاوش عندي بنتي وعندي صغر بنتي وعندي ما جاني حتى حد. توا 3 سنين هنا جاتني فيهم مرتين أكاو. ما جاوكش في رمضان؟ ما جاوش. ما تحب تقول لهم حاجة؟ إيش مش نقول لها؟ ما عندي ما نقول لها أنا ربي يقول يقول لها. توا يجي نهار وتتفكر أمها. لأن أمي ما بنيتي ما ثمش محل من الوالدين رأى الله غالب إيش نعمله الحمد لله قعدت عندها أيامات وجابتني حطتني هنا وقريبة يا حذانة هنا وما تجي لا هي لا رجلها لا صغارها لا حتى حد عندي ربي بنيتي يعني شد في ربي ما شد حتى في مخلوق ربي سبحانه لا اله الا هو. حاجه اش تحب تقول لهنا العباد اللي يحبوا يجوا يزوروا اولادهم اش تحب تقول لهم عليهم؟ ايش بهم لاباس عليهم الحمد لله يا ربي باهين معاك لا باهين يا ولدي الحق قايمين بواجبهم بالقدا حق الله هنا زاد هما اولادك في المركز لا وليداتي كهناك برا كيف كيف يا والله هذا مخير من الاخرين اللي ولدتهم اللي ولدتهم هذا مخير من اللي ولدتهم من كرجي والله خير منهم وشده في ربي بنيتي شده في ربي ما فيش فوق هاي 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 يجوك وزوروك يزوروني يزوروني كل يوم وقت يلقاو الخدام يزورون واللي هنا الله يرحمه مش حتى في وجهه الله يرحم والدي اللي نطلب نلقى مش مقصرين معاي في الدواء في كل شيء مش مقصرين معاي كل كبير والصغير الله يخليهم فاست مالية فاست ناسي ومالية يا ربي نطلب في تونس إن شاء الله تونس الكل في خير إن شاء الله الشباب الكل في خير هنا وكل إن شاء الله المركز يا ربي علي كاملين ما كومش مستحقين حد شيء لهين بيكم لهين بي لو مش نكذب عليها حرام علي مش مزال في عمر أما خير في المركز ولا في دارك البر لا والله كيف كيف والله هنا بالعكس هنا خل لهين بيا وكل شيء مدلينك لهنا مدللين ونعمل حتى شيء نعرف ناكل نعرف نلبس نغسل نقوم هكا هو اللي نعرف وعندك لهنا لهنا اللي معاك في المركز لهنا اللي بحذاك نساء لهنا عندكم عندك اصحاب لهنا اصحاب لهنا عندك شكون يونسك؟ انا قلت لك الكل اصحاب كل أصحابي كلهم كل كبير بنت يا برجال بنت حبيب كلهم أخواتي مدامني عايشة معاه أخواتي شنو تتمنى في رمضان؟ شنو الحاجة تتمنى؟ نتمنى يا ربي إن شاء الله في تونس في خير أولادنا في خير رئيسنا في خير دولتنا في خير الحكومة نتاعنا الكل في خير يا ربي عليها يا ربي عليها والخدمين والكل يا ربي يسترها في ديني واخر السبية ربي يفتح عليها والمعرسة يا ربي يخلي لها وليداتها منين تقبل تربح شنو هي الحاجة الأخرى اللي تتمناها مثلا؟ نتمنى تمنيتي عمرة مثلا؟ إن شاء الله لا عمرة كان نجمة إن شاء الله في عمرة
ولا في مدامني في مزلت نمشي مرورهم لاهين بي وكل شيء لاهين بي. فما ناس الخير تحب تعمل خير في رمضان مش تقول؟ أنا أقول لهم ربي يهديه. إيش مش أقول ربي يهديه وخلي لهم ولداتهم وربي يدلهم للخير. والأولاد واللي ما جيش تزور أمتها ولا ربي يهديه ربي يهديه اللي ما يزورش أمه ربي راوي عاقب. هذا كانت مال اللي يزور عنده أم ولا أبو ولا حتى عم من فاميلك زور فاميلتك متقطعش فاميلتك عم يسنتوا فيه الشباب ربي يهديه راهم يكبروا وولوا بكيفنا ويجوا لهنا وقالوا يا ليت القدام تحت الأمهات وين ماشيين وين عندرين ويكبروا ولو هاك الساعة الحمد لله يا رب في من صغري تربيت لباس عليهم دلة وفي كبري زادة كيف كيف الحمد لله يا رب مش مخصوصة حتى في شيء كما يقولوا تعمل تلقى نلقى في كل شيء في كل شيء. مال علاش حاجة جيت لهنا للمركز؟ هكاك تلاخت انت وحدك حبيت تجي لهنا؟ حبيت نحب نشوف الشعب نحب نشوف الأولاد نحب نشوف فاميل نحب نشوف تحب تعرف على العباد جدد نتعرف على العباد اللي ما نعرفهمش ولا نعرف تلقى شكون يونسك والحمد لله يا ربي لقيت شكون اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش الكل نعرفهم وطلعت الحمد لله سليم في الدواء في اللي نطلب نلقى واللي الحاجه كيف حاجه هكا ما نجمش نطلع ولا في الدروج يعاونوني ومش مقصرين معايا حتى في شيء. يعطيك الصحه ربي يطول في عمرك. عايش عندك شي كلمه هكا ولا حاجه تحب تقول هكا رساله تحب تقولها؟ نعرف الكلام اللي ننسيه الكبار رساله بتاعت نقول يا ربي تونس تونس وشعبها ورئيسها وحكومتنا والشباب هو الاول ويا ربي الحكومه كلهم يا ربي يخليها بالواحد 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 اللي في المجلس اللي في الاداره اللي في الحاكم في فين هو يا ربي يخليهم الجنوب والقبله وفي الوسط يا ربي يهديهم ربي يهديهم ربي يهديهم بخصوصك الشباب اللي يعمل الشر ربي يهديه ربي يهديه يكنفس لقبل يلبس لقبل يقيس لقبل يلبس راهم يكبروا والديكم هم قبل والديكم هم قبل لعب بعد الوالدين احنا تربيت في الوالدين وتربيت في الميمة وتربيت في كل شيء ولتو في والدين تربية معاهم الحمد لله هاني سليم اما كيف تاخذوش كلام والديكم ما تربحوش راك ما تربحوش في الاذاعه صراحة معاكم أكبرش من الإذاعة راكم تاخذوش كلام والديكم راكم شيء كلمتم سبيتوا حبوكم ولا أخوكم ولا تلهو بهم هانكمش من المرعين كان كلامي غلق كل وخلق الوالدين معك العز والوالدين حب ربي يطول في عمرك عايش أختي ربي يعطيك ما تتمنى اللي سمع على برا ما سمعت ما نخبي شيء نطفح الكلم وكان هكا ولا هكا راني قلت لك هكا وهكا اما هما كل لاهين بينا بالكبير بالصغير اللي نطلبوا نلقى في اللبس في الماكله في يخرجونا ويعملوا لنا مصايف ما يخلونا مخصوصين في شيء الحمد لله عم قيدت تو في المصايف مش لنا بعد رمضان مش نعملوا مصايف يشيخونا في كل شيء ما يخلوناش حتى في شيء الحمد لله احنا نفرحوا كي نشوفوكم فرحانين حاجه احنا نفرحوا كي نشوفوكم فرحانين لا فرحانين وقد ومرتاحين زيد فرحانين ما عندوش برشا كما برشا الناس يبداوا يقلبوا شقل اكيد تقليب شقليب ما يحبوش حاجتي بكلم نفحلو في وجهه نقول ما قلت قلت وراك حب يقبل ولا ما يقبلش
يعني نشفي نسكت كلمة البركة نسكت نقول له خلتي يرحم والديك البارك مش نكتب عليهم مش حتى فوق جهر مش فوق جهر راني كلمة نقولها مش حتى فوق جهر في المسؤولية في جماعة الإدارة في اللي هنا ما خلونا في شيء نقصي ربي يطول في عمرك عايشك ميم ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب عايشك عايشك ميم اش بصاف شرا لك بصاف ما دير لك تفضل حاج امشي هاي هم عسلامة لبس عليك عايش. ايش عامل هنا في المركز والله بسم الله الرحمن الرحيم والله نصلي على النبي والله مركزنا كله باهي في انن واحد ومسؤولين باهين وحتى تحت المسؤولين نساء يشوفينا كاننا وليدات صغار نصلي على النبي معناتها حاجة خارقة العادة خدامة زادة مسخلين فينا وربي يسر ولهذا كل شيء موجود بخير معناتها من ناحية أكل من ناحية نظافة من ناحية معناتها نوم من ناحية كل شيء التلفزة عنا كل شيء عنا متفردين خير من ديارنا الحمد لله علاش جيت حاج لهنا المركز والله سبب الجاية نتاعي من مرتي لحات لي ياسر ماكش مرتاح البارك. مانيش مرتاح اللي كرهت فيه اولادي وكرهت المكان اللي انا فيه معناتها خير باش ندفع روحي لدار المسلمين بل كنت خايف اصبحت وليت معناتها فرحان في دار المسلمين نفسانيا وعقليا وراحت بدني وكل شيء مصلي عني بيه مرتاح كان لي خير من داري مضبية ما نخرج يقول لي علاش ما نخرج أقول لهم خلوني هنا مرتاح نفسانيا وحاليا من جميع ما نوع عندي شوية تعب شوية مرض السكر قاعدين يعالجوا فيه مرض عينية قاعدين يعالجوا فيه والحمد لله رب العالمين بارك الله فيهم وشكر لله العظيم والله يخلينا سيمونير والله يخلينا مدام سلوى سرفيونس والله يخلينا المسؤولين الكل الحمد لله يجوا يزوروك عائلتك والله العزيز عندهم مده نكرتهم فيه والله ما عادش يجوا يزورون ما جاوكش في رمضان ولادي ما جاونيش لا عيد لا رمضان لا الله ورزايت والدين اني منش راضي عليهم ما جاونيش مدام ما جاونيش ما تردش علي لا عندي ولاد تما ما رضا الله الله رضا الوالدين ندعي ربي برا شنو تتمنى حاج؟ والله نتمنى راحة البال أولا ونتمنى معناتها الإنسان يموت في راحة مرتاحة ونتمنى معناتها باش ربي يخفف علينا ويهز الحالة مع الناس مع الانسان تنجم تقول ما عندوش رغبه ياسر في الحياه فهمت شنو تحب تقول للشباب العائلات اللي ما تجيش تزور والديها ما عندهمش ما يعملوش والله الخير ايش نقول اني كل شيء موجود وكل شيء موجود في الكتاب رضا الوالدين وكذا وقله الزيارات معناتها الزياره رحمه ومعناتها والاصول معناتها عندي اخويا تبارك الله نقول له عامر بالله عامر حفيظ كل يوم يجيني ويزورني مسكين والله اني نقول له تعب في روحك ياسر يقول لي لا تعبك راحه وانا نحب نزورك ونحب نجيك فهمت عندي اختي لنا نجاة ديما تزورني
خلي لها ولداتها وربي يهدي كل حد معناتها وكل شيء. هذا الروح والله يرضي عليكم ويرضي على الجميع. صحة ربي يطول في عمرك ويعطيك الوقت. ربي يعطيك الوقت الطيب. عايشك إن شاء الله وربي يحييكم وربي يخليكم. وهذا معناتها درس للناس الكل ماهوش لنا احنا كلهم، حتى هم يوصلوا للحالة هذه نتاعنا احنا يوصلوها. ثم اللي يجي لهنا ثم حتى يعدي حالته البرة في داره ولا حاجة يعدي حالته مريضة يمجوه يتمج. فهمت؟ هنا ارتح ما تلقاش كل يمج وكل شيء تلقاه ملايين بيك تعايد تلقى اثنين ثلاثة بحذيك. بارك الله فيهم والشكر لله. الحمد لله. فهمت؟ الحمد لله ورضا راضين عليهم احنا الكل وإن شاء الله بس. عايشك ربي طول في عمرك. عايشك ربي يخليكم وربي يحييكم. يعطيك الصحة. عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ عايش لاباس الحمد لله. شو عامل في المركز؟ يعني قاعدين عايشين كانوا مكمل العباد الحمد لله فضل ربي. صحيح. شكون جاي في زارك في رمضان لهنا من عائلتك؟ لا. علاش؟ متعاركين. حتى جملة حتى في مناسبة؟ متعاركين متعاركين. على الرزق. متعاركين على الرزق. على الدار فكوالي الدار متعاركين. جيت وحدك المركز ولا هما جابوك؟ لا أنا جيت وحدي. متعارك معاهم. على طيب أنا عندنا ثمن شوية استغلال شوية ما جونيش نايم نبعث لهم وهم ما يجوا. تحب تدخل لهم في رمضان تتفكرهم في رمضان والعيد؟ نقول لا كان كان ما جوش ما جوش هاني نقول نايم نشرب وعايش هاني وكو ناقب عليهم نايم. تحب تقول للشباب والعائلات اللي مهملة في أميتها وبياتها شو تحب تقول لهم؟ والله والله العظيم رسالة اللي تحب توصلها يا رقم اللي عنده ابوه وعنده امه وعنده اخته والله يعرق مش باهي معناها ياكلوهم ويجابوهم وكبروهم وبعد يشلوحوهم وناس مقرين بزاده ثم ناس مقرين امياتهم وبياتهم ويجيبوهم لهنا دار المزنين عليه تو واحد زوالي ما عندوش ما يسالش وواحد عنده وعنده شهريه وعنده دار علاش جايبين ابوه معناها ابوه ولا جاي يسيبه ولا والبوي ولا معناها هذايا الاقتراع بتاعي انا مش به. بعد ما كبرك ووصلك معلم 30 عام واللي تقبض منين وخذ الكهرباء تستغنى عليه توا هذا المشكله توا توا فقري ذكروا معناها فقري ما عنديش مولير الحاكم يهز والناس كلها تهزوا وواحد عنده وعنده كهرباء ورده معلم استاذ وبعدين يجيب خوه ولا يجيب امه ها ولا يجيب بيو مش به هذايا مش به ما يتفقدوش ما يحسك يتفقدوه ما يجوش على كل حال ما يجوش يعني يقلقوا منه للي يهزوا ربي يموت يهزوه قبل كنا بالعامين بثلاث سنين يعني المريض يمرض بداره ويجوا عنه بعامين ثلاث سنين ما يقلقوش منه يوكلوه ويشربوه ويدووه كان معناه تودوية كان بنايا يعني من الغابة أقمل عشيش ما كانش طبيعي ويقعد بالعامين اللي يموت وهم هنا تو وقت اللي خراها هو وصلوا معلم ولا وصلوا ساد ولا بنته السادة لبس عليها وتجي تسلم بيها ولا امها ولا عمتها ولا خالتها مش بيك. لا انا ما عندي صغار ما انا ما عندي صغار ما عرسش لا اخواتك ما يجوش يطلعوا عليك ماني قلت لكم انا اخواتي متعارك معاهم عرسك فقولي دار مات الشاي مات العزوزه فقولي دار معناها قالوا انت مش عايش هنا هذاك علاش لا متعارك معاهم لا نبعث لهم ولا نمشي لهم مشيت مره ما فرحوش بيا قعدني جابدوا على الطاقه وكل شيء قالت كد لي لا الدار باسم يعني هذاك علاش ما مشيش لهم والموت بكل بلاصه الموت لهنا جبانه بكل بلاصه جبانه لا ماتوا العزازه بالشاي ماتوا نايم متربي هنا 50 عام هنا بالسوس كنت نخدم تورستيك بياع عشط للتوريست وسوق لحد نمشي نخدم بالاسواق جيت وحدك للسنتر ولا فهم شكون جاي
لا جيت وحدي متعارك مع اخواتي كره واحد غاديك تعاركت معاهم بكل رزق جيت وحدي جيت بعثتني شو عايش معايا رسالتك ليهم لعائلتك لا ما نقولش ليهم ما نقولش ليهم لا مانيش بدهمش مانيش بدهمش مانيش بدهمش علاش ناقم عليهم عوض لك لهنا في السنتر عندك عائلتك اللي يحبوك لا يحبوني انا يحبوني عايش معهم لبس الحمد لله هذيك امنا في هذيك وقت هذي غير مشهور اما لا اخواتي ناقم عليهم علاش دارو باش انا كونت رزق مني كونت ولا رزق وما بقوه لا ما نخدم انا بصوص ما نخدم انا عندي بيلا جبت معي بيلا نخدم نروح نبعد لهم الشايب كان ما عندوش وقت رقيتهم وعملت لهم الديار وكل شيء وعملوا ثروه هما تو نكروني هذه المشاكل راهي هذه المشاكل العرب هي تو هما اللي عرسوا وعرسوا واللي شدت الدار قلت لك لا باسمي ثم دار تبني فيلا هي وهذاك علاش هي تو ناقم عليهم ما نحبش نبعث لهم ولوني في التلفزه وقلت لهم لا قاتل مش روحت مره جينا جابدوا نجابدوا معناها تعركت معاهم جيت نمشي نقري بالتين وانا ما عادش نسكر معاهم هذا هو الحمد لله انا ناكل نشرب على مع خويانا لاباس الحمد لله ناكل نشرب الحمد لله مع العباد انا هاي هذه من هذه ثاني اختي هذه امه سيمونير زاد به عايشك 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 الغل مش باهي والغش مش باهي يتعدوا عليا معناها ورزقي معناها وخدمت وكل شيء وبعدها شيء معناها بكل رزقي مش باهي منين مازالت اخواتي هذي وباش هذا معناها ما بابي منين بدهم شيء مرا تقوم بيلا هي يعني مرا عندها شهريه معناها عندها شهريه ولبس عليها وقال لها شايب الفلوس وتخباها وتجي ساعتني نايا ها من خلص صارت طبيه لا يحرم مرثو لا يحرم حلو فهمت هي إيه هذول كيفاش نقم عليها مثلا انا كيفاش نحب مثلا حتى بالكذب ما يجوش حتى يعني حتى بالكذب ما يزولوش اخي مش تخلد هي ما مش موت هي وكل ما سموت راهو واحد يرحم عليه وجو واحد يقول له لا ترحم الكذب معناها انت مش تعذرني بس نازل تاعها ما لا ما نعرفش لا هذاك خليك الانتقام هذايا الانتقام هذايا خليك معناها ناقم على الوضع عايشك ربي يعوضك فيما خير عايشك